سلام لي زامي، كي دايرين؟ نتمنى انكم تكونوا مزيان. نلقاكم هاد الفيديو بالف خير. اليوم جيت لكم بهاد الفيديو اللي هي الكماله ديال الفيديو اللي درت على هونغ كونغ، على واحد القرعه دارتها وزاره السياحه ديال هونغ كونغ باش انها تفرق واحد تقريبا 500 الف تذكره للناس عبر واحد القرعه. كيف ما قلت لكم هاد القرعه غادي تتم بطريقه تدريجيه، يعني هاد 500 الف تذكره اللي موجوده مجانيه من عند هونغ كونغ ما غاديش تفرق كلها بدقه واحده. واحد شويه من هذوك التذاكر غادي يمشيو للدول المجاوره لهونغ كونغ في اسيا، مثلا الصين، ومن بعد في اشهر اللي من بعد كاين دول ديال اوروبا، من بعد عاوتاني كاين الدول ديال افريقيا والدول العربيه ديال الشرق الاوسط الى اخره. وكنت قلت لكم باننا حنايا غادي يكون القرعه بالنسبه لنا في بدايه ماي هذا الشهر. هادشي اللي كنا فهمنا من هذيك الحمله الاشاريه اللي دارت هونغ كونغ واللي بارطاجيت معكم في ديك الفيديو، غير هي في الاخر ملي جا فاتح ماي انا صراحه تعطلت عليكم شويه لان كانوا عندي بعض العوامل العائليه اللي خلوني انني نتعطل، وايضا كنت مسافره في بدايه ماي كيف ما شفتوا في الفلوغ الاخراني، راني كنت في البرتغال. اذا في الاخر كيف ما وعدتكم، وبزاف ديال الناس ايضا تفكروني في الانستغرام وفي يوتيوب عبر التعاليق، مشيت شفت القرعه فين وصلت بالنسبه لينا حنايا واش تحلات، لان في ديك الفيديو الاخرانيه وريتكم بانها مكتوبه غادي تبدا في ماي، يعني القرعه بالنسبه لينا حنايا مسدوده في ديك الوقيته اللي درت لكم فيديو كانت في رمضان وما غتحل حتى الماي. غير هي واخا تعطلت عليكم في الاخر صدق ماشي هو هذاك، اولا هما صراحه خباو بعد المعلومات اللي كان عليهم يديروهم في ديك اللحظه في ديك الحمله الاشهاريه اللي بارطاجيت معكم ما وراوهمش. وملي جينا للواقع، ملي جينا لهذا التاريخ اللي كلشي كان كيتسناه، داكشي ماشي هو داك، ماشي داكشي اللي كنا اتفقنا عليه في الاول. اذا هذا الفيديو غادي تكون هي فيديو اعتذار لانني هضرت لكم على واحد الحاجه اللي في الاخر ما صدقاتش هي هذيك، وماشي غير انا بوحديتي اللي مشيت اللي تقيت اللي غطحت في الفخ ديال هاد الحمله الاشهاريه. حنا بزاف ديال اليوتيوبر والانستغرامور اللي مشينا غالطين، ومن بعد ملي كنجيو نشوفو كنلقاو بان داكشي كيف ما قلت لكم ما قالوش المعلومات كاملين كيف ما خصهم يتقالوا. وصراحه نقدر نتفهمهم واحد شويه واخا هكاك واخا ما عجبنيش الحال، هي ان واحد الحمله الاشهاريه اللي كديرها هي الهدف ديالها هي انها تجلب الناس ماشي تهرب الناس. الا كانوا غادي يقولوا لكم راه غادي يخفرقوا 500 الف تذكره، راه ماشي غادي يقول لكم لا راه حكا راه ماشي 500 الف تذكره راه غير 100 وداكشي الاخر خاصكم تقاتلوا عليه باش تاخذوه او لا خاصكم تخلصوا شي حاجه منه. في الاخر حتى واحد ما غادي يهتم بهذا الموضوع. المهم انا هذا غير مثال، هي شنو وقع في الاخر. ملي جيت نشوف السيت اللي كنت بارطاجيت معكم ديك المره وغادي نبارطاجيه معكم حتى دابا، غادي تلقاوه تحت في صندوق الوصف الا بغيتو تمشيو تانتوما تشوفوا باش تزيدوا تكملوا المعلومات اللي غنعطيكم. نقدر نكون عاوتاني حتى انا غلطه ولا ما شفتش داك شي حوايج اللي تقدروا تشوفوها نتوما، راه غادي تلقاوه لتحت. هذاك السيت كيقول لك خاصك تختار ديبارتشر لوكيشن ديالك، يعني المدينه ولا البلد اللي غادي تاخذ منه التذكره ديال الذهاب. كنقلبوا على حساب داكشي اللي كاين تماك، دوزتهم انا كاملين دوك الوجهه واخا كاين مكتوبه كوريا مثلا، دخلت لكوريا شفت واش كاين المغرب ولا لا، دخلت شفت داكشي كامل باش كيوريوك التذاكر اللي موجوده. ما كاينش المغرب، ما كاينش الجزائر، ما كاينش تونس. بالنسبه لافريقيا كاينه افريقيا الجنوبيه هي الوحيده اللي كاينه، كاينين بعض الدول في الدول العربيه يعني دول الشرق الاوسط مثلا دبي كاين تذاكر من تماك، كاين تذكره من اسرائيل، وكاينين تذاكر من اوروبا. انا كنهضر حتى بالنسبه للناس اللي عايشين في الدول الاوروبيه ولا في الدول ديال الشرق الاوسط العربيه، حيت عارفاكم بانكم متبعيني. اذا شفت جميع الوجهات اللي ممكن ناخذ منهم تذكره ديال الذهاب اللي تقدروا تستافدوا منهم نتوما. بالنسبه لاوروبا كاينين
تذاكر من اوروبا، يعني كاين تذكره من مدريد، كاين تذكره من باريس، وكاينين تذاكر اخرى راه غتشوفوهم هنايا. غير هي ما بقيناش في تذكره بالمجان، ولينا التذكره الثمن ديالها منخفض على حساب الكود برومو اللي غادي تاخذوا. ما بقاتش 500,000 تذكره، هذه كنا عارفينها صراحه، كهذيك 500,000 تذكره غادي يقسموها على الناس كاملين او على الدول كاملين، ولينا في غير 900 تذكره اللي ما بقاتش قرعه عاوتاني، وكانت في الاول قرعه ما بقاتش قرعه، ولينا في اللي غادي يتقيد الاول هو اللي غادي ياخذ الكود برو. يعني نفترضوا اننا حنايا اوكي بغينا نمشيو، واخا هكاك حنا هونغ كونغ غادي نقدروا نمشيو لها بلا فيزا، ولكن في الاخر خاصنا ناخذوا فيزا لاوروبا باش نقدروا نمشي. وعاد زيدون التذكره اللي خصنا ناخذو من المغرب او من دول افريقيا الشماليه باش نمشيو لاوروبا غادي نخلصوها من جيبنا، والثمن غادي يكون ثمن عادي، يعني ما فيش كود برومو ما فيه والو. وكيف ما كنت قلت لكم في الاول في ديك الفيديو، ماشي هادشي اللي حنا عرفنا، ماشي هادشي اللي بارطاجيت معكم، بارطاجيت معكم لان غادي تكون قرعه وغادي ياخذوا من دوك الناس اللي غادي تقيدوا. اذا صدقنا في حاجه واحده اخرى، يعني صدقنا في خلص انت البي ديالك واخا غادي يكون ثمن منخفض، وخاصك تعاد تاخذ الفيزا ديالك باش تمشي لمنطقه شنغن، وعاد خاصك تخلص حتى الطياره باش ديك لمنطقه شنغن. اما بالنسبه للناس كيف ما قلت لكم اللي متبعيني واللي اصلا ساكنين في منطقه شنغن ولا في اوروبا، حتى نتوما كيبان ليا بان ماشي هادشي اللي كنتو كتوقعوا تذاكر مجانيه، ومتفقه معكم حتى انا في التفكير ديالكم، حتى انا هادشي اللي كنت متوقعه ملي درت ديك الفيديو. واصلا طومبوله يعني قرعه، ماشي الاول اللي غادي يجي هو اللي غادي ياخذ الكود برومو من بعد صافي. اذا لي زامي كنعتذر لكم على هذا الازعاج اللي درت لكم بسبب الفيديو ديال هونغ كونغ، بزاف ديال الناس هضروا معايا عليها وكانوا كيتسناو الجواب اولا كيفاش نديرو باش يتقيدوا وباش يشاركوا في هذه القرعه، وكنت غادي نشارك حتى انا براسي، كنت غادي نختار الموقع ديال شركه الطيران وغادي ندير المعلومات ديالي صحيحه ونسجل لكم هذا الشيء كامل. وفي الاخر كنت كنقول الا كتب ليا وربحت في القرعه وخديت شي تذكره كنت غادي ندير جيف واي وغادي نعطيها لكم، يعني غادي نربحها لواحد فيكم يا اما في يوتيوب يا اما في الانستغرام. وملي شفت بان هادشي ماشي هو هذاك كنقول الحمد لله ما قلتش لكم هاد المعلومه هادي في ديك الفيديو السابقه، الحمد لله خليت هادشي عندي، كنقول حتى نشوف بعدا شنو غادي يوقع في فاتح ماي، شنو غادي يديروا في هاد الموقع وكيفاش غادي تكون هاد القرعه. وما نكتبش عليكم بقى فيا الحال بزاف، خصوصا ان غنقول لكم واحد المعلومه اللي شخصيه وجهه نظر ديالي اللي صراحه ما كنتش اولا نهار بارطاجيها في القناه ولا في الانستغرام. انا شخصيا ما عنديش بزاف مع هذوك الدول في اسيا، مثلا هونغ كونغ، الصين، حتى كوريا الجنوبيه ما عنديش معها بزاف، يعني كل واحد وذوقه، كاين كل واحد ولاياش كيميل لاين ثقافه كيميل. مثلا انا كتشوفوني في القناه كنميل اكثر لاوروبا والتاريخ ديال اوروبا وثقافه اوروبا اكثر ما غادي نميل للثقافه ديال اسيا ولا التاريخ ديال اسيا. هادشي ماشي كيعني انني ما عمري ما غادي نحط رجلي في اسيا، لا هادشي ماشي صحيح، راه كاينين بعد الدول في اسيا اللي نبغي نزورهم، مثلا كاين سنغافور، كاين جزر الفلبين ولا اندونيسيا، ماليزيا، كاين حتى الهند، الهند نبغي نشوفها بزاف، ولكن ما كنفكرش بزاف في هذوك الدول، مثلا الصين كيف ما قلت لكم ولا هونغ كونغ ولا كوريا الجنوبيه ما عنديش معاهم بزاف. ولكن ما نقدرش نبدا نقول لكم ديما معلومات على اوروبا، وايضا كنبغي نوع في القناه باش كلشي يكون عاجبو الحال، وحتى نتوما كتكتشفوا حوايج جداد اللي ما كنتوش عارفينهم كتعرفوهم في ديك اللحظه. اذا ملي وقع لي هادشي مع هاد الفيديو زدت كثر نفرت ديك البلاصه صافي، ديك المنطقه زاد سبب اخر اللي يخليني انني ما نفكرش فيها في السفر ديالي اولا نفكر نتعرف عليها اكثر. ولكن كنت باغا ندير هاد الفيديو، ضروري كان خاصني نديرها باش نعتذر لكم، وايضا باش ما نخليكمش معلقين
كتسناو فينا هي القرعه وفينا هي فينا هما التذاكر. كنت فكرت جاتني واحد الفكره ديال انني نسوبريمي كاع نمسح الفيديو من القناه ونمسحها من انستغرام فيتدرت لي ريل عليها، ولكن ما جاتش الواحد يدير بحال هذا التصرف. كنفضل انني نكون صريحه معكم ونقول لكم راه غلط، اولا رطحت واحد الفخ ديال واحد الحمله الاشاريه اللي كانت غامضه، حيت كيف ما قلت لكم في الاول هادو هما الحملات الاشاريه كيديروا واحد العنوان ولا واحد الصوره اللي كيخلي ان الواحد يجي يشوف يدخل يشوف واخا ما غايدير والو، ولكن كيتسمى راه دخل شاف. الا دخلوا مثلا 10 الناس في هذاك الموقع راه في الاخر غادي يقدروا يتقيدوا منهم جوج ولا ثلاثه، راه هذاك ربح. واخا هكاك حتى حنا من وجبد لي يوتيوبر ملي كنديروا شي فيديو كنبغيو الناس يدخلوا ليها كنحطوا في العنوان ولا في الصوره ديال الفيديو كنحطوا المعلومه اللي غادي تثير الانتباه اكثر للناس باش يجيو يدخلوا. هذا هو الماركتينغ الصراحه، وانا عارفه هادشي المشكله وتزرفت حتى انا. المهم هادشي اللي كنت باغا نبارطاجي معكم غير هي واحد المعلومه اللي صحيحه في هادشي كامل. دول ديال اسيا وايضا بعض الدول في امريكا اللاتينيه كيديروا تخفيضات بصح في تذاكر ديالهم ديال الطياره باش الناس يجيو ليهم باش ينميو السياحه مورا كورونا. هذه معلومه صحيحه. فايت ليا قريت واحد المقاله فين كاين واحد ليستا ديال الدول في اسيا اللي كدير جميع الحلول اولا كتعطي جميع الوسائل الناس باش يقدروا يجيو يسافروا لعندها، ولكن غير السفر غير السياحه راه ماشي هجره. باش نزيد ناكد على هذه القضيه حيت بزاف ديال الناس في الفيديو السابقه سحب لهم بان هجره الى هونغ كونغ، ماشي هجره، سياحه الى هونغ كونغ فقط او سياحه في دول اسيويه. اذا غادي نبارطاجي معكم هذه المقاله في صندوق الوصف، دخلوا شوفوا داك الشيء. الا كنتم مهتمين بالسفر ولا شي عطله تماك تقدروا تلقاو داكشي اللي بغيتو، تقدر تجيكم شي فكره. بغيتو المزيد من المعلومات على شي حاجه بالضبط قولوها لي في التعاليق، وهناك الى بان لي بانني نقدر ندير فيديو هاد المره غادي نتاكد من داكشي اللي غادي نحط 100%، راه غندير فيديو عليها. الى كان بان لي بان القضيه ما تستاهلش فيديو راه غادي نجاوبكم، زعما غنجاوبكم في البريفي هكا باش يكون عندكم المعلومات اللي بغيتو. اذا لي زامي كنعتذر لكم مره اخرى على الازعاج اللي درت لكم بسبب هذا الفيديو، كنتمنى انكم تقبلوا الاعتذار ديالي وما تديزابوناوش من القناه. ديما كنقول لكم في الاخر الفيديو تابوناو القناه والانستغرام، هذه المره غادي نقول لكم ما تديزابوناوش من القناه وما تديزابوناوش من الانستغرام. وكنتمنى لكم فرجه ممتعه كيف ما ديما. نهاركم مبروك ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.